أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مخصص لقراءة حديث شريف، وبعض التعليقات اليسيرة على هذا الحديث الشريف. هذا الحديث الشريف رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هذا هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن خالد البرقي أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان وسيف بن عميرة، عن الفضيل بن يسار، عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الذي يعرف شيئا في الأسانيد يعرف أن هذا السند سند صحيح بلا خلاف بل بلا إشكال. والذي نقل الكلام مباشرة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو الفضيل بن يسار. الفضيل بن يسار من أوثق الثقات، من أجل الأجلاء، من أكابر الفقهاء، من أصحاب المعصومين عليهم الصلاة والسلام، شخصية مرموقة جداً، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم الصلاة والسلام. كان الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى الفضيل قال: بشر المخبتين. كان إذا رأه، يعني مو مرة ومرتين، كانت عادة الإمام إذا رأه يقول: بشر المخبتين. عندما توفي، وهذه الكلمة طبعا واردة أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في شأنه، عندما توفي الفضيل ابن يسار ترحم عليه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام وقال: رحم الله الفضيل ابن يسار، هو منا أهل البيت. وتعلمون كم هذه الكلمة عظيمة.
هناك أحاديث عديدة وردت في شأن الفضيل. الفضيل شخصية استثنائية من بين أصحاب المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الفضيل يقول: دخلت على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في مرضة مرضها. إحدى المرات التي مرض الإمام، ولكن هذه المرة كانت استثنائية. عبارة الفضيل هذه: لم يبق منه إلا رأسه، لشدة تأثير المرض على جسم الإمام ذاب جسم الإمام. هذه كناية لشدة نحافة جسم الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المرض. الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن للفضيل في هذا الحديث الشريف مطالب خمسة، مقاطع خمسة من الضروري أن المؤمن يعرفها. هذه أمور هامة جدا في حياة المؤمن أن يعرف هذه المضامين. قبل أن أقرأ لكم هذه المقاطع مع بعض التعليقات المختصرة، هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى: إمام معصوم يصاب بمرض بهذه الشدة وهذه الفترة الطويلة، يذوب جسمه، ما هو السبب؟ الاحتمال الأقوى في هذا المجال أن القضية كانت بسبب سم دس إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. تعلمون الأحاديث مستفيضة في هذا المجال، بل لعلها متواترة تواترا إجماليا، أن أهل البيت العديد منهم، إن لم نقل كلهم، أهل البيت العديد منهم تعرض للإغتيال مرات عديدة بالسم وغير السم. يعني المعصوم عندما كان يستشهد، هذه المرة لم تكن المرة الأولى لعملية الإغتيال، لا، مرات عديدة كانت تحدث عملية الإغتيال من قبل حكام زمانهم. وإحدى الطرق التي كانوا يستخدمونها مرارا وتكرارا بالنسبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام السم. القضية كانت قضية بسبب السم، السم يذيب، السم يقطع داخل جسم الإنسان، يصنع بجسم الإنسان. هم قاصدون قتل الإمام، طبعا بعاجز بطرق أخرى، أحيانا ما كان يؤثر، ما كان يقتل الإمام وإلا يؤثر. حتى إحدى المرات الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان 3 سنوات مريضا مرضا شديدا، لا مرض عادي. في شهر رمضان لا يتمكن أن يصوم يوما واحدا طيلة أيام السنة، من شهر رمضان إلى شهر رمضان القادم لا يتمكن أن يقضي يوما واحدا، يعني المرض بهذه الشدة لا يتمكن الإمام عليه الصلاة والسلام. الملاحظة الثانية: والله إنها العظمة، إمام معصوم مريض، المرض أخذ منه مأخذا عظيما، ذاب جسم الإمام، ما بقي إلا الجلد على العظم، حسب تعبير الفضيل لم يبق منه إلا رأسه. طبعا هذه الأمراض أمراض مؤلمة كانت، هناك ألم شديد كان، ولكن الإمام لا يترك وعظه، لا يترك بشارته للمؤمنين. عجيبة القضية، الإنسان العادي يصاب بمرض أيام، ليست له قوة، ليس له إقبال أن يتكلم الكلام الضروري، والإمام بهذا الوضع الشديد بعد سنة سنتين 3 سنوات لا نعلم، ذهب جسم الإمام، ما بقيت قوة في جسم الإمام عليه الصلاة والسلام. يدخل عليه الفضيل، هو الإمام يبدأ بالنصيحة، هو الإمام يبدأ بالبشارة. لا أقول في حياة الناس العاديين، في حياة العظماء وجدتم مثل هذا الشيء؟ شخص مريض بهذا الوضع،
ينصح، لا يترك مهامه، أهم المهام الإنسان يتركها، الكلام الضروري الإنسان يتركه بسبب المرض، بسبب الضعف. وهذا شأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليس خاصا بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. القضية مشهورة، قضية الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في ساعاته الأخيرة، وقد دس إليه السوم، يدخل عليه جنادة ابن أبي أمية، وهو يقول، هو جنادة يقول، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام كان يقذف كبده. يعني انظروا حال الإمام، جنادة يقول للإمام عليه الصلاة والسلام يا ابن رسول الله حفظني. الإمام فورا قال له نعم، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. موعظة مفصلة. أنتم لاحظوا وضع الإنسان، وضع الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام في هذه الحالة حتى لا يتمكن أن يسترسل في كلامه بهالوضع، لعله كان مقطعا يتكلم كلمة كلمة، ولكن موعظة، والموعظة مفصلة سمعتموها قطعا أو مقاطع منها من الخطباء الكرام. هذه الموعظة العظيمة في تلك الحالة، والإمام يعرف أنه ساعاته الأخيرة من حياته الظاهرية الدنيوية، وبهذا الوضع شيء جدا غريب. هذه هي العظمة، هذه العظمة التي لا تجد مثلها في حياة أي عظيم استثناء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يذكر مقاطع مرتبطة بالمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام، المقطع الأول: يا فضيل، إنني كثيرا ما أقول ما على رجل عرفه الله هذا الأمر، يعني ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لو كان في رأس جبل حتى يأتيه الموت. ليس مهما، المؤمن الذي عرفه الله هذا الأمر، المؤمن الذي عنده ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لو أن الناس آذوه، لو أن الناس طردوه، اضطر أن يعيش على قلة جبل، في بعض النسخ على قلة جبل أو في رأس جبل، اضطر أن يعيش على قلة جبل، على رأس جبل وحده، بسبب أن الناس رفضوه، أبعدوه، آذوه، ليس مهما، لو بقي هناك حتى يأتيه الموت. المهم أنت عرفك الله هذا الأمر، عندك أكبر شيء، الناس يرضون أو لا يرضون، ليس مهما. أنا لا أقول الإنسان المؤمن يؤذي الناس، الإنسان المؤمن يبتعد عن الناس، لا، أما إذا اقتضى الأمر، إذا دار الأمر بين طاعة الله عز وجل وكلام الناس، ليس مهما، بين طاعة الله عز وجل ورضا الناس، ليس مهما رضا الناس، لا قيمة له. الناس يرفضون، ليرفضوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا وضع الناس، الناس لا يرضون، لا يرضون، ليس مهما أصلا للمؤمن. ما على، ما هذه إما نافية، يعني ليس شيئا على المؤمن حتى لو كان وضعه هكذا، أو استفهامية إنكارية، النتيجة نفس المعنى، استفهامية استنكارية، يعني الإمام كأنه يسأل ما الذي على المؤمن إذا طرده الناس، إذا اضطر أن يعيش على قلة جبل، على في رأس جبل، ليس مهما. عندك شيء يوجب رضا الله عز وجل، ليس مهما ماذا يقول الناس، ماذا يفعل الناس. الإمام الصادق هو مسموم، لا يهتم. الإمام المجتبى، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما منا إلا مسموم أو مقتول، ما كانوا يهتمون. المهم أنا عندي هذا الشيء، خلاص، النعمة الكبرى موجودة عندي. المقطع الثاني: يا فضيل ابن يسار، إن الناس أخذوا يمينا وشمالا. هذا انحرف من هذا الجانب، ذاك انحرف من ذاك الجانب، وإنا وشيعتنا هدينا الصراط المستقيم.
صل على محمد وآل محمد. هدينا، أنا اهتديت؟ لا، هديت، غيري هداني، الهداية جاءت من مكان ثاني. أنا أتركني لوحدي مع نفسي؟ لا، أمشي خطوة واحدة في الطريق الصحيح. هدينا، من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى، أعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من الذي هدانا؟ الله عز وجل يقول: يا رسول الله أنت منذر ولكل قوم هاد. من هو الهادي؟ الروايات الصحيحة بل المستفيضة: لكل قوم هاد علي وآل علي صلوات الله عليه. كل إمام، لعله هذا نص عبارة إحدى الروايات الشريفة، كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم. الهادي لنا، البركات من أين تأتي لنا في هذا الزمن؟ هدايتنا ببركة من؟ كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم. في هذا الزمن نحن متنعمون، هدايتنا ببركة مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواح العالمين فداه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المقطع الثالث: يا فضيل ابن يسار، إن المؤمن، ليتنا نلمس هذا المعنى، لا فقط نسمعه، لا فقط نعرفه معرفة، لا، نلمس. يا فضيل ابن يسار، إن المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب، في بعض النسخ لو أصبح له ملك ما بين المشرق والمغرب، كان ذلك خيرا له. ولو أصبح مقطعا أعضاؤه كان ذلك خيرا له. القاعدة العامة: يا فضيل ابن يسار، إن الله عز وجل لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. في بعض النسخ: لا يصنع بالمؤمن إلا ما هو خير له. ليس مهما وضعك في الدنيا أن تكون ملكا أو تكون مملوكا، أن تكون ثريا أو تكون فقيرا، أن تكون في صحة جسمك أو تكون مريضا، ليس مهما، هذه أمور ثانوية ليست مهمة أصلا. الذي أنت فيه هو خير لك، الله عز وجل لا يختار لك إلا ما هو خير لك. قاعدة عامة الإمام يقول: إن الله عز وجل لا يفعل بالمؤمن أو لا يصنع بالمؤمن إلا ما هو خير له. أي شيء يحدث هو خير لك. كن سليمان ابن داود، لأنه مؤمن طبعا من سادة المؤمنين، كان يملك الدنيا وما فيها، ما ملك أحد مثل ملك سليمان من قبل ولا من بعد، ملك عظيم، حاكم على البشر، حاكم على الطيور، حاكم على الحيوانات، حاكم على الأسماك، حاكم على الجن، حاكم على كل شيء، حاكم على الريح. تصوروا لو أن جنديا واحدا من جنود سليمان كان يملكه أحدنا، كم كانت قدرته عظيمة؟ كان أحد يتمكن أن يقابله؟ لو كان أحدنا يملك الريح، العالم كله كان يتمكن أن يقف أمامه؟ كل العالم. لو أن أحدنا كان يملك الذباب، كل ذباب العالم كان بأمري، قدرات العالم كانت تتمكن أن تقف أمامي؟ ذباب ذباب، أي شخص يريد أن يؤذيني الذباب تدخل في أذنه تقتله، ذباب. لو كانت الطيور تحت أمرة أحدنا فكيف بالجن؟ جني واحد قوي مقتدر لو كان تحت أمرتي أحد يتمكن أن يقف أمامي؟
كل البشر، كل الجن، كل الحيوانات، كل الريح غير الريح، كلها تحت أمرته. سليمان ملك ملكا عظيما، كان خيرا له؟ نعم كان خيرا له. وأحدنا يسجن، يعذب، يقتل، يفجر، يقطع، خير له. الله عز وجل لا يفعل أو لا يصنع بالمؤمن إلا ما هو خير له. مصائب تنزل علينا نتألم، ولكن لنعرف أن هذه المصائب خير لنا إن كنا مؤمنين إن شاء الله تعالى. يعني شخص يفجر ويقطع جسمه، تطلق رصاصات على رأسه وجسمه، هذا خير له؟ كيف يكون؟ نعم خير له. المقطع التالي يوضح جواب هذا السؤال. قال عليه الصلاة والسلام: يا فضيل ابن يسار، لو عدلت الدنيا عند الله عز وجل جناح بعوضة، ما سقى عدوه منها شربة ماء. إخواني، الله عز وجل حنان منان رؤوف رحيم، صحيح كله صحيح، ولكن في نفس الوقت الله عز وجل شديد العقاب. الله عز وجل يعطي شيئا ثمينا لأعدائه؟ حاشا لله، شيء ثمين الله ما يعطيه لأعدائه. أي شيء ثمين؟ لو كان ثمينا بثمن قليل عند الله عز وجل لا يعطيه لأعدائه. الله قوي، الله شديد العقاب. فعندما نرى أن فرعون منعم بنعم كثيرة، بمليارات النعم، عندما نرى أعداء وقتلت الصديقة الكبرى سلام الله عليها وأتباعهم متنعمون بالنعم، اعرف أن هذه النعم لا تسوى شيئا عند الله عز وجل. غير ممكن الله عز وجل يعطي شيئا ثمينا عنده لأعدائه، لا يمكن. الدنيا لا تسوى شيئا، ليس مهما من يأخذ من الدنيا. مؤمن يأخذ من الدنيا ليس مهما، كافر يأخذ من الدنيا ليس مهما، مؤمن يعذب في الدنيا ليس مهما، كافر يعذب في الدنيا ليس مهما. أصلا الدنيا لا قيمة لها عند الله، خلص. فرعون متنعم بمليارات النعم، وموسى بن عمران، موسى بن عمران حبيب الله، رسول الله، ولي الله، كليم الله، موسى بن عمران الله يحبه، وموسى بن عمران لا يحصل على لقمة واحدة من طعام الآدميين، لا يحصل على شاطر ثمرة واحدة، يضطر أن يأكل حشيش الأرض. حشيش الأرض تعلمون يعني ماذا؟ ليس المقصود خضروات، نعناع، ما أدري كذا، لا، حشيش الأرض يعني طعام الحيوانات. حبيب الله رسول الله يأكل طعام الحيوانات، وفرعون متنعم بمليارات النعم، هذه الدنيا تسوى عند الله شيئا؟ مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. بالله عليكم، هذه الدنيا تسوى عند الله شيئا؟ يزيد متنعم، سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مشرد. بنات زياد في القصور، بنات زياد، زياد من هو؟ تعرفون، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. هذه الدنيا تسوى عند الله؟ بالله عليكم، تسوى عند الله شيئا هذه الدنيا؟ لو كانت تسوى عند الله عز وجل ما كان يكون هكذا وضع المؤمن. الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، لا تسوى جناح. إخواني، العبارة لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة، لا جناحي بعوضة، جناحا بعوضة، البعوضة تطير بها بهما، أما الجناح بعوضة حتى البعوضة لا تتمكن أن تستفيد منها. بمقدار جناح بعوضة الدنيا لا تسوى عند الله شيئا. لولا أن يكون الناس أمة واحدة. الله عز وجل جعل الدنيا بشكل المؤمن والمنافق والكافر والمشرك والناصب كلهم يكونون بشكل واحد،
لا يفرز المؤمن عن المنافق، لولا ذلك الله عز وجل كان يغدق النعم في الدنيا على الكفار، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا ذهب وفضة، باب بيته من الذهب والفضة، المعارج السلم من الذهب والفضة، السقف من الذهب والفضة، الأسرة من الذهب والفضة، وزخرفا. ثم قال الله عز وجل وإن كل ذلك لما متاع الدنيا، متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. دنيا، لولا أن الله أراد أن الدنيا تكون خليطا كان يعطي للكفار الذهب والفضة، سلالمهم تكون من الذهب والفضة، أسرتهم تكون من الذهب والفضة، ليس مهما. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الشقشقية يقول بعد أن يذكر ظلم أولئك له صلوات الله وسلامه عليه، ويذكر إقبالهم على الدنيا وصراعهم على الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام كأنهم هؤلاء الظلمة الذين هكذا تصارعوا على الدنيا، كأنهم لم يسمعوا كلام الله عز وجل حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال عليه السلام بلى والله لقد سمعوها، سمعوا الآية ووعوها، ولكنهم حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، أما والذي فلق الحبة وبرئ النسمة قسما بالله. لولا حضور القضية أن أمير المؤمنين الحجة تمت عليه هذه، وإلا ما كان يهتم لا بهذه الحكومة لا بهذا الملك لا بالدنيا. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. ماذا فعلت مع أولهم؟ كنت أفعل مع آخرهم. في البداية تركت الحكم لهم، في النهاية أيضا كنت أترك الحكم لهم، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. عفطة عنز كل الدنيا، ولألفيتم دنياكم هذه كل الدنيا أزهد عندي من عفطة عنز. هذه الدنيا، هذا الذي يعرف الدنيا، هذا الذي يفهم الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. يا فضيل ابن يسار لو عدلت الدنيا عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماء. ولذا في يوم القيامة، لأن القيامة الله عز وجل جعلها ذات قيمة عنده، شربة ماء لا يعطون للكافر، شربة ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، أبدا شربة ماء لا يعطونهم. الدنيا ليست مهمة، كنت عاليا كنت دانيا ليست مهمة الدنيا. المقطع الأخير من كلام المولى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف، يا فضيل ابن يسار، هذا المقطع أيضا عظيم جدا، إنه من كان همه هما واحدا، أنا همي هموم أم هم واحد؟ المؤمن عنده هم أولاده، عنده هم ماله، عنده هم ملابسه، عنده هم نومه أكله، هذه كلها موجودة ولكن ليست مهمة عند المؤمن. الهم الأساسي للمؤمن هم واحد فقط، الله. ومن يرتبط بالله وما يرتبط بالله عز وجل، هذا هم المؤمن. من يرتبط بالله، سادتهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه، وما يرتبط بالله دين الله، هذا المهم عند المؤمن. الهم الأساسي عند المؤمن هم واحد لا أكثر، يريد رضا الله عز وجل، هذا همه. يريد أشياء ثانية، هذه طبيعة الإنسان في الدنيا، أما همه الأساسي يريد رضا الله،
إذا كان همك هذا البشارة العظيمة كفاه الله ما أهمه، في بعض النسخ كفاه الله همه، وما أعظمها من بشارة. من الذي يتمكن أن يحصل على رضا الله؟ الله هو يكفيك همك. أنت أحسن النية ليكن هدفك هدفا واحدا، هدفك رضا الله عز وجل، الله يكفيك همك، الله يوصلك إلى هدفك. عندك نقصان، أنا وأنت المؤمنون العاديون عندنا نقصان، الله يجبر هذا النقصان. في زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وبكم يدرك، يدرك يعني يتدارك، وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها، ترة يعني نقصان، الله عز وجل بكم، أنا عندي نقصان إذا كنت مؤمنا إن شاء الله، الله عز وجل بأهل البيت يتدارك هذا النقصان. وما أعظمها من بشارة، والله ما أعظمها من بشارة هذه. يا فضيل ابن يسار، إنه من كان همه هما واحدا كفاه الله همه، أو كفاه الله ما أهمه. ومن كان همه في كل واد، همه بطنه، همه فرجه، همه أكله، همه ملبسه، همه سيارته، همه داره، همه رئاسته، النص العياذ بالله. ومن كان همه في كل واد لم يبال الله بأي واد هلك، يتركه الله عز وجل خلص. مرة يهلك في واد النصرانية، مرة يهلك في واد الناصبية، مرة يهلك في واد الإلحاد، مرة يهلك في واد البوذية، يهلك في أي واد الله عز وجل لم يباله، خلص يتركه. إما من هنا يهلك أو من هناك يهلك، لا يهلك بأي طريق، العياذ بالله تعالى. أقرأ الحديث الشريف بسرعة من دون تعليق، بسند صحيح عن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في مرضة مرضها لم يبق منه إلا رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فضيل، إنني كثيرا ما أقول، ما على رجل عرفه الله هذا الأمر لو كان في رأس جبل، في بعض العبارات على قلة جبل، حتى يأتيه الموت. ثانيا: يا فضيل ابن يسار، إن الناس أخذوا يمينا وشمالا، وإنا وشيعتنا هدينا الصراط المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا فضيل ابن يسار، إن المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب، أو ملك ما بين المشرق والمغرب، كان ذلك خيرا له. ولو أصبح مقطعا أعضاؤه، في بعض النسخ ولو أصبح وقد قطعت أعضاؤه، كان ذلك خيرا له. يا فضيل ابن يسار، إن الله عز وجل لا يفعل أو لا يصنع بالمؤمن إلا ما هو خير له. المقطع الرابع: يا فضيل ابن يسار، لو عدلت الدنيا عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماء. المقطع الأخير: يا فضيل ابن يسار، إنه من كان همه هما واحدا كفاه الله همه، أو كفاه الله ما أهمه. ومن كان همه في كل واد لم يبال الله بأي واد هلك. هنيئا لأرباب النعيم، نعيمهم أرباب النعيم، النعيم الحقيقي، الإسلام الحقيقي. ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام المرضي عند الله في يوم الغدير. النعيم الذي ورد في القرآن الكريم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الأحاديث المستفيضة النعيم في هذه الآية المباركة: ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هنيئا لأرباب النعيم، نعيمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين هذا النعيم.
يوم غد يوم ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عظم الله أجوركم بهذه المصيبة العظيمة، وأسأل الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطالبين بثار الإمام تحت رايته وليه وحفيده والمنتقم له من قتلته وأعدائه الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. اللهم بحقهم عجل له الفرج، اللهم بحقهم اجعلنا من خيرة عبيده وأنصاره. إلهي بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم وبين ولايتهم طرفة عين أبدا، إنك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.